الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى شخصا أنه يهرب من النمر في المنام فإنه يستطيع أن يواجه المشكلات في حياته، والله أعلم. كما تدل رؤية الشخص يهرب من النمر في المكان في المنام دليل على الوصول لمكان مرتفع في الحياة، سواء كان وظيفة أو غيرها، والله أعلم. كما تشير رؤية الهروب من النمر في المنام أن صاحب الرؤية قادر على التعامل مع جميع المشكلات والخروج منها بأقل الخسائر في حياته، والله أعلم. كما تدل رؤية النمر يأكل الإنسان في المنام دليل أن هناك شخصا ظالم يأكل حق هذا الإنسان، والله أعلم. كما يفسر حلم النمر وهو يأكل الإنسان في المنام دليل بالضعف الذي يطغى على الرأي وأنه لا يستطيع أن يحل مشاكله في الحياة، والله أعلم. رؤية الشخص والنمر يأكله فإن ذلك دليل على شخص لئيم وخبيث يسيطر على الرأي، وكذلك اللي يشوف نمر بيأكله يبقى في شخص لئيم وخبيث بيسيطر على صاحب الرؤية فيخلي باله. وإذا رأى الشخص نمر يأكله في المنام فذلك يشير عم على وضع مقلق ومخيف ومناخ من الارتباك في حياة صاحب الرؤية، والله أعلم. رؤية النمر في المنام وهو يلحق الشخص ويهجم عليه ولكن لن يؤذيه، والله أعلم، يدل على انفراج بعض الهموم البسيطة والتخلص منها. في حال تمكن النمر من النيل من الشخص فهذا يدل على فشل صاحب الحلم في تحقيق غاية يريدها. بينما إذا رأى شخص النمر يطارده في كل مكان يذهب إليه فإن ذلك يدل على تعرض الشخص للقهر والظلم وتربص الناس به، والله أعلى وأعلم. إذا رأت العزباء نمر أبيض في المنام فإن ذلك دليل